كبير المشكل <applause> تاعنا نقول لك حاجه واحده نبداو به وهو نبدأ. نحو هذا السجي ولا طابو ولا المنتخب الجزائري طابو ولا الخط الاحمر قلنا عندنا واحد لو برانسيب فو سما خط احمر ما تهضرش عليه وشغل الناس ساعات في البلاطو نحس بلي لأنه عنده الانتقاد كثير يسيتي واش ان ديريكتومون ممكن يتحملها المدرب وكانه راك خرجت من المله للدرجه اللي لحقنا ليها اللي وعي درجه خطيره فاتت الحاله المرضيه درجه خطيره غير مسبوقه في الجزائر ولينا نتكلموا على اي شيء بس حكوا بالماضي الناس تسكت ردوا بالكم كل... المشكل في المدرب يا ناس المشكل فيه كي تقول تبدل اللاعبين ولا الخطه التكتيكيه ولا تجيب القائمه فيها 70 واحد بصح تلعب اللي اللي شوا تاع هو امكانيات كانت عنده كل السلطه عنده يعني. تتهجم على كل الناس تنتقد كل الناس وفروا له كل شيء اللي جو اللي يحب يجي يجيبهم وبعده وبعده من بعد من بعد ما خرج من بريميتور ومرش لاكوب دي مون تابع في الكاميرون في الكاميرون بعد لقاء الكاميرون, الكاميرون, الكاميرون. ديميسيون دي منطقيا ولكن ولكن اللي عنده منطقيا بعد لقاء الكاميرون لما صفوا قصامه نهايه لقاء منطقيا نهايه المدرب لكن, لكن يا جماعه يا جماعه رفيق المشكل اليوم كي نتفاهموا بيناتنا ونقولوا بلي هذا المدرب اللي هو بالماضي قادر يغلط لانه بشر نقدروا نصلحوا نافونسيو مي طون كاين جماعة كبيرة شريحة كبيرة للناس اللي لا وعي الناس مجموعة اللا وعي اللي يديروا المطرقاش هذاك على انه خرج من الملة على انه تول الامة دنيت ليهم مش هاد الناس رفع. ما نق... كلمة شكون نجيبوا رفيق رفيق بعيدا عن بقاء او رحيل المدرب لنتحدث عن سبل تطوير هذا المنتخب والخروج من هذه القوقعة يا سيدي القوقع. سيد المشكلة هو هنا المشكلة في المدرب في حدث في الشخص هذا ماشي ماشي المدرب لو لكن الافق ما تشوفش انه رانا نطرحوا المشكل وما راناش نطرحوا الحل واش من الحل دقيقه 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 اسمع دقيقه دقيقه واش من الحل خلينا نشوفوا معاك لا لا لا, لا حل 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 من <applause> خلينا خليني نقول حاجه كي قلت واش من الحل انا نقول حاجه العالم هذا وفيه ست ملايين واش ست ملايين كامل وسمو مدربين انا صغير في ديموند دي موند اليوم في ديمون دي موند كيلكو زونترينور يروحوا تنجم تجيب حنا اليوم لو كان واحد جمال بالماضي شكون نجيبو اسمه خلاصوا لي دي هذا قلت لك انه بعيدا عن التحدث عن البقاء او الرحيل رفيق اذا ماذا لو, لو, يغير بالماضي طريقه تعامله مع القوائم مثلا ان كان في اللاعبين عليهم العمل على ضخ عليه العمل على ضخ دماء جديده هذه هي الحلول رفيق اولا نحن كنا نقولوا قبل ما يتلمينا كوب دي كنا نقولوا في بلاطو شاهدين هنا نعطي فرصه حقيقيه لكل اللاعبين نجيب لي فرصه حقيقيه لا كوب دافريك غير كيما هنا كانت واش هضر على عمورا كي لابريس تكلمت عليه قزم عمورا لدرجه ما تصورش قزم طو... قزمهم كامل شتي جابو ما لعبوش هاد الاشياء كان يديرها كي كان في موقع قوه ومن بعد كي ما عرفش كوب دي موند سي بون اللي سبهم سبعه من الناس هذوك اللي تكلم عليه بقائمة قائمه سبعه معليش الى انا مع الجزائر الى بالمنطق مش مع بالماضي مع الجزائر شرفني يكون في السبعه هذوك